التحتيه للجامعات حضرتك بتقول لنا ان الدوله رصدت في وسط الظروف اللي هي فيها تقريبا ما يقرب من 6 مليار جنيه للبنيه التحتيه للجامعات الحكوميه، ومنذ قال يعني ايام كده كان هناك في اهتمام شديد جدا بالجامعات الاهليه وبالبنيه التحتيه بتاعتها في وجود سياده الرئيس. الناس لسه مش فاهمه يا فندم فكره وفلسفه الجامعات الاهليه. لا، هو احنا لو عايزين نتكلم على الدولة عملت ايه في قطاع التعليم العالي اللي انا اقدر ان انا اتكلم عنه، يا فندم اتفضل. لا، ده 151 مليار جنيه المحفظة اللي احنا بنتكلم فيها، ده اللي حضرتك بتتكلم عليه ده مشروع من ضمن عشرات المشاريع. يعني خليني اقول لك ان في 408 مشروع في 27 جامعة حكومية مجانية بيتم بما يقرب من 35 مليار جنيه. ده بقى ما بين مشاريع تعليمية ومشاريع خدمية ومشاريع علاجية في المستشفيات، كل ده بيتم في فترة السنوات القليلة الماضية باستثمارات ضخمة جدا. لو اتكلمنا على الجامعات الأهلية اللي حضرتك بتتكلم عليها، عندنا 22 جامعة ما بين اتعملت اللي بتتعمل اللي هتتعمل في خلال السنتين اللي جايين دول باستثمارات تقرب من أكثر من 80 مليار جنيه. لو رحنا للجامعات التكنولوجية خلصنا ثلاثة وكان تكلفتهم أكثر من 2 مليار جنيه، وعندنا كمان ستة نزلت. أنا بكلمك على حاجات على فكرة، واحنا بنتكلم دلوقتي الشركات شغاله فيها يعني مش بتكلم على حاجه لسه هتتعمل، انا بقول لك على حاجات اترست وخلاص. طفره غير عاديه يا فندم في قطاع التعليم العالي فعلا، يعني طفره غير عاديه. الجامعات التكنولوجيه اكمل لك الثلاثه اللي خلصوا في وسنا وفي بني سويف وفي القاهره الجديده، في سته بيتعملوا تانيين في شارع بورسعيد في مدينه السلام وفي برج العرب وفي بهبيت الحجر في حضرتك بتكلمني عن علوم المستقبل، العالم كله اللي رايح ليه، يعني احنا ماشيين مع العالم خطوه بخطوه تقريبا لعلوم المستقبل تقريبا يعني. بالظبط كده. طبعا انا بكلمك على مش بس منشات، انا بكلمك على برامج دراسيه بيتم تفصيلها وانتاجها داخل هذه الجامعات، برامج بينيه وبرامج حديثه تتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلي وتتماشى مع الجدارات والمهارات. يعني احنا مش بس بنغير في شكل التوسع في منظومه التعليم، ولكن كمان احنا بنغير في شكل البرامج الدراسيه المقدمه، لان احنا درسنا كويس قوي ان العالم في ال 50 سنه اللي جاي ده شكل التعليم بيختلف وشكل الاحتياج للتعيين للخريج بيختلف تماما. يعني لن ينظر الى الشهاده وشكلها ونوعها وخارجه منين، على قد ما ينظر من الطالب نفسه قدر يشتغل على مهارات وجدارات القرن ال 21 ويبقى موجود يقدر ينافس في وظيفه في اي حته في العالم مش بس في مصر. هل الجامعات اللي عندنا يا فندم وفقا للمقاييس العالميه وفقا لعدد السكان، احنا زمان كان عندنا 3-4 جامعات، دلوقتي احنا عندنا حضرتك بتقولي 27 جامعه وفي 6 جامعات ثانيه وفي بالنسبه للجامعات الخاصه والجامعات الاهليه، هل عدد الجامعات اللي عندنا سياده الوزير ماشيه مع النسبه العالميه بالنسبه لعدد السكان؟ ما كانتش كده، لان احنا قعدنا من 1908 لما تاريخ انشاء جامعه القاهره العريقه. أيوة. لحد من حوالي قول 7-8 سنين فاتوا، احنا كان كل اللي عملناه في منظومه التعليم، انا بتكلم على التعليم الحكومي، ما يزيدوش عن 22-23 جامعه في هذا التوقيت. يعني انت في تاريخك بالكامل، احنا بنتكلم على فتره السنوات القليله الماضيه دي، احنا مخلصين اكثر من حوالي 25 جامعه ما بين جامعات حكوميه جديده زي مطروح وزي الوادي الجديد وزي الاقصر وفي الطريق الغردقه اللي هي في محافظه البحر الاحمر وفي الطريق محافظه جنوب سيناء، وخلصنا جامعات تكنولوجيه وخلصنا جامعات اهليه جديده زي الجلاله والعالمين وسلمان، وخلصنا جامعات دوليه في العاصمه الاداريه الجديده، 4 جامعات دوليه. فاذا انت عملت في الفتره القليله الماضيه اللي اتعمل في 100 سنه، لكن ردا على السؤال هل هذا يكفي؟ بالتاكيد مع التوسعات اللي احنا بنشوفها والزياده السكانيه احنا محتاجين نتوسع اكتر، وده اللي سياده الرئيس الحقيقه يعني كان من اول لحظه بعيننا فيه بشكل كبير جدا، لان انت عارف يا استاذ سيد احنا ممكن نحلم كتير قوي، لكن لو انت ما عندكش قائد يقدر ان هو يعني يدفع ويكون في مقتنع باهميه التعليم في تغيير الدوله المصريه، كنا ممكن احلامنا دي كلها ما نشوفهاش. لكن والله يا سياده الوزير كتب لنا ان احنا شفنا في حياتنا جامعه الجلاله وجامعه سلمان وجامعه العالمين والجامعه اليابانيه وتوسعات جامعه زويل ولسه اللي جاي كمان ولسه ولسه. انا عايز اقول لحضرتك انا عاصرت وزراء تعليم عالي كتير قوي يا سياده الوزير، حقيقه في بعض الحاجات اللي بتقولها كان بعضهم بيتمنى انه يحلم، ولما كنا نقعد نتكلم فيها
يقول الامكانيات مش قد كده واحنا مش عارف في حاجات مهمه اقل. انت النهارده بتقول لي ببساطه شديده سياده الوزير ان سياده الرئيس والدوله المصريه ووزاره التعليم العالي بتلك العقول الجباره، انت بتستثمر في العقول وفي المستقبل وهذا هو افضل استثمار للمستقبل. انا بقول لك كده ليه؟ لان يعني احنا ما فيش دوله في العالم، وسميلي يعني خلينا نرجع للتاريخ ونشوف، ما فيش دوله في العالم بتشتغل في مشاريع ضخمه قوميه بالتوازي في كل حاجه، وفي انفاق وفي مدن جديده ومدن ذكيه وفي زراعه وفي اسكان اجتماعي وفي مصايد يعني، ومعها مستشفيات وكورونا وتعليم، تعليم اساسي وتعليم عالي. هات لي هذا مش صحيح يعني في اي دوله في العالم مهما كانت اقتصادياتها ماشيه ازاي. فاذا انا بعتبر ان اللي موجودين حاليا من المسؤولين محظوظين ان هم موجودين في وقت يستطيع في حياه عينه ان هو يشوف احلام كانت بعيده قوي وشفناها اتحققت وموجوده، فده كرم وفضل من عند ربنا. ده صحيح. سياده الوزير، انت السنه اللي فاتت لما عملت المنحنى بتاع كورونا احنا كلنا ضربنا تعظيم سلام لحضرتك، لان لقينا العلم بيتكلم، فواللي حضرتك قلته هو اللي حصل تقريبا بالظبط.